مشاهدي قناة شوف تي في، في خبر عاجل وعاجل جدا. الحاضر يعلم الغيب، ومبروك على جميع المغاربة عرب وأمازيغ، حيث تفضل صاحب الجلالة اليوم بإصدار قرار بجعل رأس السنة الأمازيغية يوم عيد كيفو كيف الأعياد المغربية، كيف عيد الاستقلال، كيف عيد العرش، كيف رأس السنة اللي كنحتفلوا بها للهجرية، وكذلك هناك سنة أمازيغية. نقرأ لكم بلاغ الديوان الملكي. والحاضر يغلم يعلم الغيب، لأن هذا غادي يكون عيد يجلسوا فيه الناس يرتاحوا، وكذلك عيد مؤدى عنه، عطلة مؤدى عنها. إذا حيث تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وفي هذا الإطار أصدر جلالته عز الله توجيهاته السامية إلى السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار الملكي تجسيدا للعناية الكريمة فيما التي ما فتئ يواليها جلالته حفظه الله للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصلية الغنية بتعدد روافدها ورصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية. فمبروك على جميع العرب والأمازيغ، لأنهم كلهم في الأخير مغاربة. عيد ينضاف للأعياد الوطنية المؤدى عنها، وذلك بفضل قرار اتخذه صاحب الجلالة بجعل السنة الأمازيغية عيد وطني مؤدى عنه. إذا الحاضر يعلم الغيب، وحنا كنتواجدوا هنا في مطار محمد الخامس في استقبال المعتمرين اللي أدوا المناسك هناك بالديار المقدسة، تقبل الله من الجميع. مبروك على جميع المغاربة، زادكم نهار بصحتكم وراحتكم. فأي شخص أو أي رب عمل رفض أنه يعطي عطلة أو يعطي العطلة في رأس السنة الأمازيغية للعاملين أو ما يأديش عليها، فتقدروا أنكم تتابعوه. هذه غير معلومة، لأن قانونيا الآن هناك عطلة مؤدى عنها باعتبار مثل جميع العطل كرأس السنة الهجرية أو الميلادية وكذلك الأمازيغية، لأن الأمازيغ هم اللي كانوا ومن سكان المغرب الأولون، عندهم تاريخ قديم جدا قبل من العرب فوق أرضنا السعيدة، عندهم تاريخ، عندهم عادات، وعندهم سنة كيحتفلوا بها بعضهم، ولكن الآن جميع المغاربة غيوليو يحتفلوا بهذا السنة الأمازيغية. فشنو بان لكم في هذا الخبر؟ لكن نعتبره خبر مفرح، خبر بدمج أو جعل الأمازيغية لغة مثل اللغة العربية، لغة رسمية. فأنا غادي نوصل لنهاية المباشر، بارطاجيو، الله يسهل الأمور، مبروك على الجميع.